دايما خلال الفترة السابقة عندما كنت أتكلم مع حضراتكم في أي حاجة، ما بتكلم مع حضراتكم في أي حاجة تخص النادي الأهلي، دايما كنت بقول لحضراتكم خلينا نرجع للمصدر الرئيسي للنادي الأهلي في كل شيء. لما نحب نعرف أي معلومة من خلال، يجب أن يكون هناك حاجة رسمية أو كلام رسمي بيطلع على يا إما الموقع الرسمي للنادي الأهلي أو من خلال قناة النادي الأهلي. وبالمناسبة احنا غالبا او 99% من الاخبار ما بيكون هناك اتفاق ما بين قناة الاهلي وما بين الموقع الرسمي، لانه في النهاية نحن نمثل الاعلام الرسمي للنادي الاهلي. فلما تيجي تتكلم او لما اي حد يجي يتكلم بنقول لحضراتكم لو سمحتم، ده بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، بالنسبة لبعض من لا يشجع النادي الأهلي هو حر يعمل اللي هو عايزه ويفكر اللي هو عايزه، لأن هو عايزك دايما تمشي بالطريقة بتاعته أو بالأسلوب بتاعه. لكن إحنا لا، إحنا عندنا من خلال الموقع الرسمي أو من خلال قناة النادي الأهلي. فأنا دايما لما بيبقى، وده حصل خلال الفترة اللي فاتت، الفترة اللي فاتت كانت ناس كتيرة جدا تقول لي أنتوا عمالين ما بتتكلموش على الصفقة الفلانية. ما هو احنا ما بنتكلمش عن الصفقة الفلانية لان احنا بيبقى عندنا كل التفاصيل، فعارفين ان ممكن ساعة احد اللاعبين اللي هنا المصري، احد اللاعبين اللي كان بيلعب في مصر يعني، وكان خلاص جاي النادي الاهلي، ولكن المدير الفني كان له رأي في موضوع الصفقات. ساعتها كان كولر لم يتم وجوده او لم يتم اختياره كمدير فني للنادي الاهلي. بعدما تم اختياره كمدير فني للنادي الاهلي قال لك لا ونوقف الصفقات، وهو اللي قال بنفسه هذا الكلام من يومين ثلاثة في المؤتمر الصحفي لمباراة كاس السوبر. قال احنا لو عندنا نواقص هنكملها ولكن في شهر يناير. فانا بتفرج على الفرقة وبشوف الناس كلها علشان لما يبقى اشوف هل في نواقص نقدر نعملها ولا لا. فبالتالي كانت الناس بتسألني يا عم اسلام انت بتتكلمش، ما احنا عارفين التفاصيل يا جماعة كلها، ولكن التفاصيل دي ما بنقولهاش غير عندما يكون هناك اعلان رسمي. لانه ممكن جدا الناس كلها تبقى ماشيه في اتجاه ان اسلام الشاطر مثلا هيروح الاهلي وكل الناس وكل حاجه ماشيه، ولكن في اخر لحظه المدير الفني غير الاتجاه وقال اسلام لا ومحمد مثلا يعني، او اسلام لا ومصطفى مثلا. ف ده اللي دايما بنتكلم فيه مع حضراتكم، ان احنا يجب ان يكون هناك احنا عندنا مرجع، المرجع ده الموقع الرسمي أو قناة الأهلي. فدايما أنا مثلا بسأل وسؤالي واضح أهو، ليه الناس أو بعض من وسائل الإعلام أو الإخوة الزملاء عايزين يحطوا نادي الأهلي تحت ضغط دائم بسبب أو بدون سبب؟ الناس كلها شايفة الأمور الدنيا ماشية إزاي، زي الفل الحمد لله داخل الفريق من بداية الموسم، وده الكلام احنا كلنا كنا متفائلين بيه، مش كلامنا احنا بس، ولكن كل جمهور النادي الاهلي شايف ان هناك شكل تغيير واضح للنادي الاهلي. لانه ما تاخد اجازة شهر بقالك كتير ما خدتهاش، وبعد كده تبدأ فترة اعداد تعملها، وبعد كده تخش على المباريات الودية، وبعد كده المباريات الرسمية، ده الطبيعي. حتى لو المباريات متأخرة شوية او الاجازة متأخرة شوية، فالناس شايفة ان هناك استقرار وثقة بتزيد يوم بعد يوم بسبب النتائج والانتصارات اللي بيحققها الفريق، اخرها تتويج ببطولة السوبر يوم الجمعة اللي فات على حساب النادي الزمالك. فنلاقي النهاردة تحديدا وامبارح والنهاردة ناس خرجت علينا بتقول ايه، مارسيل كولر وعلي معلول عندهم كورونا. طيب هو معلش بعد اذن حضراتكم، هم لو عندهم كورونا ايه اللي هيجرى ان احنا نعلن، ان النادي الاهلي يعلن ان عندهم كورونا بالعقل كده؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ كورونا دلوقتي بتاخد لها يومين ثلاثة، نفس الوقت بالعكس البرد ممكن يطول اكتر. فعلى اي اساس حضراتكم بتقولوا الكلام ده لما الجهاز الطبي والفحوصات والتحاليل اثبتت انها نزلت برد حد؟ وده بالمناسبة ما تم اعلانه على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، وبيتم اعلانه في قناة النادي الاهلي من الصبح، من برنامج 10 الصبح لغايه دلوقتي. طب هو ده طالما هو ده المعلن على المواقع، على الموقع الرسمي وعلى قناه الاهلي، ليه بيتم تحريف هذا الكلام او هذه المعلومات ويتقال انها كورونا مره ثانيه؟ وسؤالي واضح، هل الكورونا عيب او حرام؟ مرض زي اي مرض. كورونا دلوقتي ما بقتش زي الاول. لو حد جاله كورونا بيقعد 3 4 ايام، انا
احد اقاربي كبير جدا في السن كان عنده كورونا، من قعد 3 ايام ولا 4 ايام بقى زي الفل، وبقت كانت ايجابي وبعدين بقت سلبي. وانا بسال سؤال ومحتاج رد او اجابه عليه حالا على طول، حد يرد عليا. وتلاقي اللي كتب الخبر يقول لك ايه؟ على لسان مصدر مسؤول. طب يا فندم مين المصدر اللي في الاهلي؟ او مين المصدر اللي في الجهاز الجهاز الطبي او الفني او الاداري في النادي الاهلي؟ ما هو احنا طبعا هذا الكلام عاري تماما من الصحه. كابتن علي معلول ومستر كولر ما عندهمش كورونا، كابتن علي معلول ومستر كولر عندهم برد او نزله برد حاده. طيب هل من الممكن ان حد مصدر داخل الجهاز الفني او الجهاز الاداري او الجهاز الطبي يطلع يقول اي حاجه غير الكلام ده؟ لا طبعا، هذا الكلام عاري تماما من الصحه. وانا بقى اطالب اي حد يطلع يقول مصدر لو سمحتوا يكلمني او يكلم الناس او يكتب للناس مين المصدر ده عشان نشوف. انا عارف ان طبعا ما ينفعش تقول مصدرك، ولكن يا فندم التحاليل اثبتت هذه الامور. انا شايف ان الموضوعات والقصص دي بدات بدري جدا، لسه بدري، لسه مشوار طويل. الاهلي ما لعبش غير ماتشين في الدوري وزيهم في بطوله افريقيا. الماتش اللي فات كسبنا الزمالك في الامارات وتوجنا بلقب السوبر المحلي، فالحكايه كلها 5 ماتشات، ماتشين دوري وماتشين افريقيا وثلاث ماتشات ودي وماتش السوبر، الاجمالي 7 8 مباريات يعني. وهو ده كل اللي بيحصل؟ ده مستاهل ان احنا نخرج كل هذه الاخبار من امبارح للنهارده؟ والله كل ما امسك التليفون والاقي الناس عماله تكلم، يا كابتن اسلام هو كولر تعبان عنده كورونا ولا علي معلول؟ اقول لهم يا جماعه ما هو لو عنده كورونا ولا هو ولا علي ولا اي حد عنده كورونا ما الناس بتعلم، هيحصل ايه يعني؟ فعشان كده دايما بقول لحضراتكم لا تلتفتوا لمثل هذه الاخبار، كل ما يقول لك مصدر تعرف ان ايه؟ الموضوع مضروب على طول. وجهه نظري. يعني انا ما بحبش حد يطلع يقول مصدر. ما لو عندك حاجه قولها. لو عندك حاجه حضرتك ممكن تقولها. لانه في النهايه يعني ايه مصدر؟ ما هو المصدر يا فني يا اداري يا طبي في الموقف في الموضوع اللي احنا فيه. حد من الثلاثه دول هيقول لك؟ ما اعتقدش. تابعوا الموقع الرسمي أو قناة الأهلي هي اللي هننشر من خلالهم فقط، أو يكون هو المصدر لحضراتكم في الأخبار الصحيحة والمؤكدة عن النادي الأهلي. غير كده أنا آسف، أنا مش مسؤول، أنا مش مسؤول عن أي خبر يتقال عليه مصدر الفلاني ولا كذا العلاني ولا كذا ولا كذا. وكنت بقول لحضراتكم بالمناسبة بهذا الكلام وقت الصفقات برضو، يعني أنا كنت بقول دايما لحضراتكم هذه الأمور، ماليش علاقه باي حاجه تانية، لانه الاساس بتاعي موقع رسمي وقناه اهلي، الاعلام الرسمي للنادي الاهلي. فانا بس حبيت اتكلم في بدايه الحلقه النهارده على هذا الموضوع مباشره اهو. ومره تانية، ولو حد عنده كورونا كان هيبقى فيها مشكله لو النادي الاهلي اعلن؟